افضل يعني. تحب نكتب ايه؟ حسام حسن كابتن منتخب مصر ده على المستوى الدولي، تحب تكتب لاعب الاهلي السابق، لاعب الزمالك السابق، لاعب المصري السابق، تحب نكتب ايه واحنا بنعرف حسام حسن؟ يعني عايز الخص المجموعه دي كلها، وده شرف ليا كبير ان انا مثلت منتخب مصر والاهلي والزمالك ونادي المصري، حتى نادي الترسانه ونادي الاتحاد ونادي ونادي المصري، ده من اهم المحطات الكبيره سواء وانا بلعب او بدرب، فهي كلها ملخصه ان انا ابن مصر يعني، لو اللاعب المصري اه حسام حسن بالظبط. بتفرحك جدا يعني، حتى لو انا لما كنت محترف ما كانوا بيقولوا اللاعب المصري اللاعب، فدي كانت فخر كبير، زي ما مثلا الفتره دي محمد صلاح بيتكلم عليه لاعب مصري، يعني ده بيمثل مصر، فدي حاجه كبيره وشرف كبير لاي حد بيتقال عليه باسم بلده، خاصه لما يكون مصري.